هو السلطان العليم الحكيم. هذه ورقة الفردوس تغني على أفنان سدرة البقاء بألحان قدس مليح، وتبشر المخلصين إلى جوار الله، والموحدين إلى ساحة قرب كريم، وتخبر المنقطعين بهذا النبأ الذي فصل من نبأ الله الملك العزيز الفريد، وتهدي المحبين إلى مقعد القدس ثم إلى هذا المنظر المنير. قل إن هذا لمنظر الأكبر الذي سطر في ألواح المرسلين، وبه يفصل الحق عن الباطل، ويفرق كل أمر حكيم. قل إنه لشجر الروح الذي أثمر بفواكه الله العلي المقتدر العظيم. أن يا أحمد فاشهد بأنه هو الله لا إله إلا هو السلطان المهيمن العزيز القدير، والذي أرسله باسم علي هو حق من عند الله، وإنا كل بأمره لمن العاملين. قل يا قوم فاتبعوا حدود الله التي فرضت في البيان من لدن عزيز حكيم. قل إنه لسلطان الرسل وكتابه لأم الكتاب إن أنتم من العارفين. كذلك يذكركم الورقاء في هذا السجن وما عليه إلا البلاغ المبين، فمن شاء فليعرض عن هذا النصح، ومن شاء فليتخذ إلى ربه سبيلا. قل يا قوم إن تكفروا بهذه الآيات فبأي حجة آمنتم بالله من قبل؟ هاتوا بها يا ملا الكاذبين. لا فوالذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا، ولو يكون بعضهم لبعض ظهيرا. أن يا أحمد لا تنس فضلي في غيبته، ثم ذكر أيامي في أيامك، ثم كربتي وغربتي في هذا السجن البعيد، وكن مستقيما في حبي بحيث لن يحول قلبك ولو تضرب بسيوف الأعداء، ويمنعك كل من في السماوات والأرضين، وكن كشعلة النار لأعدائي وكوثر البقاء لأحبائي، ولا تكون من الممترين، وأن يمسك الحزن في سبيلي أو الذلة لأجل اسمي، لا تضطرب، فتوكل على الله ربك ورب آبائك الأولين.
لأن الناس يمشون في سبل الوهم وليس لهم من بصر ليعرفوا الله بعيونهم أو يسمعوا نغماته بآذانهم. وكذلك أشهدناهم إن أنت من الشاهدين. كذلك حالة الظنون بينهم وقلوبهم وتمنعهم عن سبل الله العلي العظيم. وإنك أنت أيقن في ذاتك بأن الذي أعرض عن هذا الجمال فقد أعرض عن الرسل من قبل، ثم استكبر على الله في أزل الآزال إلى أبد الآبدين. فاحفظ يا أحمد هذا اللوح ثم اقرأه في أيامك ولا تكون من الصابرين، فإن الله قد قدر لقارئه أجر 100 شهيد ثم عبادة الثقلين. كذلك مننا عليك بفضل من عندنا ورحمة من لدنا لتكون من الشاكرين. فوالله من كان في شدة أو حزن ويقرأ هذا اللوح بصدق مبين يرفع الله حزنه ويكشف ضره ويفرج كربه، وإنه لهو الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر من لدنا كل من سكن في مدينة الله الملك العزيز الجميل من الذين هم آمنوا بالله وبالذي يبعثه الله في يوم القيامة وكانوا على مناهج الحق لمن السالكين.